خوت، كما كتشوفوا هذه دابا راه 12 ونص ديال الليل. اربعه ديال الاشخاص كما كتشوفوا على المباشر هذا الفيديو هذا هازين السيف. السيف ما ضربكمش غادي يهبوا بيه. هذه انا بالنسبه لي راهم عصابه كيستعملوا في السرقه. اول واحد انا تنظن غادي يبان في طريقهم فهو راه غادي يتكريس، راه ما فيهاش شك. كنطلب منكم الخوت الله يرحم ليكم الوالدين البارطاج ديال هذا الفيديو، بارطاجيو الخوت داكشي اللي وقع لينا، ما بغيناهش يوقع لواحد اخر، والسلامه ديال الناس هي اولى من اي حاجه. بحال هاد الناس صراحه راهم كثروا بزاف، ماشي غير شويه، ماشي غير في مدينه طنجه ولكن في جميع المدن. ما عرفناش ولكن بالنسبه لهنا مدينه طنجه فهما كثروا بزاف. كما كتشوفوا اربعه ديال الاشخاص هما هازين السيف، اي واحد غادي يتلاقاهم راهم غادي يقتلوا اي واحد. هنا في البلاكة ديال العوامه الطريق ديالهم اللي غاديين ليها راه باينه، راهم غاديين دابا لتحت السكه ديال التران، السكه ديال التران اللي كدوز من خندق الورد، راهم دايزين دابا، راهم غاديين لتحت السكة ديال التران. هاديك هي البلاصة ديالهم كيف ما كتشوفوا، يعني غاديين بكل ثقة في النفس، حتى شي واحد ما يقدر يهضر معاهم. السيف تحتهم. أنا اللي غنقول للناس أنهم يردوا البال أكثر، ماشي غير من هاد البلاصة هادي ديال خندق الورد، كيف ما شفتوا أن هاد البلاصة هادي هي الطريق اللي كتخرج للسكة ديال التران اللي كدوز من خندق الورد، اللي أون فاس العمل ديال الكامبا. هاد الطريق يعني الواحد يرد باله منها من طنجة كاملة صراحة. الله راه مبقاش الأمان، ماشي غير هنا ولكن في الممشي تاعنا في طنجة، يعني الواحد يرد بال بزاف. ما كاملاش هادي شهر بنت خارجة من المعمل من مورا صراحة، على شوية راه كانوا غادي يطيروا هاد السوسة الله يستر. هاد الشي شنو هو الهدف ديالو؟ هي السرقة. السيدة كانوا غادي يسرقوها من يبدو في الهضرة، شنو غادي يسرقو ما عرفت. أنا كنشوف السبب الوحيد ماشي هو الخدمة اللي ما لقاوش، وماشي هو الفقر، السبب الوحيد هو الواحد أنه الزاغ الزيغة كما كنقولو، والأمن اللي ما بقاش داير خدمته. صراحة الله الأمن اللي ما بقاش داير خدمته، وكان الأمن داير خدمته والزجر في هاد المسائل هذه، حتى شي واحد ما غادي يزعم يمد يديه. الجهة المسؤولة هاد الناس ما خصهمش يبقاو كيدورو في الزنقة. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم.